ايوا الحمد لله. بعدا اللهم 11 ولا 9 كنا شويه مزيرين بحكم العمل. اغلبيه الناس اللي في الرباط كيقطنوا في مدينه سلا وانا واحد منهم. دونك 11 بعدا شويه تخفف شويه بعدا الوسائل ديال المواصلات. وفي نفس الوقت عندنا شويه ديال الوقت في العشيه، شويه ديال الحريه باش نمارسوا بزاف ديال الامور اللي هي كتطلبها الحياه اليوميه ديالنا. حسن في طبيعه الحال من انه يكون مع تسعود، لحقاش عادي يمكن لك دابا يمكن لك تخرج تسارى وتشوف بدل داك الاختناق اللي كنا كنعيشوه، يعني احسن بزاف. واخا انا كنفضل انه يكون ما كاينش كاع هاد حضره التجوال في مره، ولكن ماشي مشكل، نقدر نتقبلوا هاد مع 11 واحد المده معينه. كنخرج شحال ديما كنتش كنقد نخرج، يعني انا كنرجع مع السطاج ولا نرجع بحال هكا كنتكش شويه ناكل، كنبغي نخرج ما كنلقاش وقتاش غادي نخرج مع تسعود. غتخرج يديك كيوقفوا عليك الصطافات ولا هذا. دابا يمكن لك تخرج شي شويه على الاقل واحد الساعه، ماشي بحال قبل تخرج لاكوط تخرج تمشي دير اي حاجه. الصراحه هو هذا الرجوع هكا بالتدريج للحياه الطبيعيه مزيان، الانسان ما يجيش عاوتاني ويرجع حيت شويه. غنقول لك هي الصراحه بالنسبه للدومين ديالي خدام انا في كلينيك، يعني تقهرنا بزاف وشفنا حالات بزاف، زعما الناس ترزاو في الحباب ديالهم بزاف. يعني اللهم هكا بالتدريج شوي بشوي ان شاء الله حتى ترجع الامور لمجاريها، ولا هكا يكون داك الرجوع هكا في مره واحده عاوتاني نخافوا من دوك يعني العوارض الاخرى تكون عاوتاني شي حاجه اخرى. اللهم هكا احسن الاحسن شوي بشويه. شوف انا باعتقادي الانسان وكوني شويه داخل مجال الفن، يعني الانسان بحاجه لليل. الليل فيه الناس كلهم يروحوا على البيت بشكل عام، يروحوا على البيت، المدارس تروح، العمال الموظفين، فيكون الليل أكثر هدوءا. فالناس بتكون ليش إذا تكلمت مع الإنسان بالليل أو تكلمت ما يكونش فيه العصبية، إذا بتلاحظ هذه قاعدة يعني كتير متعارف عليها. ليش؟ لأنه بكون مرتاح، ما فيش فيه العصبية بين الخدمة والشغل ولا المدرسة والزحام النهار أو الشوب. في الليل بيكون الرطوبة، كمان الإضاءة مهمة. يعني اسمحوا لي أنا مش بدي أتفلسف، هذا مهم للإنسان، سايكولوجية تاعت الإنسان. الليل اللون الداكن يهدئ الأعصاب، في يهدئ العصب. فبشكل عام إطلاق الناس تبتسم مرتاحة، إذا دخلت هيك بالشوارع مثال على هذا، بالليل يكون أكثر اهتمام للإنسان للناس. فأنا باعتقادي إنه الـ11 مهم كتير للناس، يعني ورائع.